بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الصفحه ديال لارا شونفو حتى هي اللي شرفتنا ومتبعه الاحداث ديالنا والمشاكل ديالنا ديال نادي جوهره نجم مع رئيس لكرة القدم النسويه. كنقولوا لها مرحبا بك معنا. بالنسبه للاعتذار اللي قدمنا في المرحله الثانيه ديال الاقصائيات ديال كاس العرش، راه باش نوضحوا للاخوان ديال والمتتبعين ديال الجوهره ان كنا مضطرين اننا نقدموا هذا الاعتذار لظروف قاهره، منها المنحه ديال المجلس البلدي اللي باقي ما توصلناش بها، والظروف الانيه اللي ما كتسمحناش اننا نلعبوا، لان كما كيقولوا الصندوق ماشي في زيرو، الصندوق فيه اقل من 17 مليون ديال 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 الكريدي، يعني الفريق عليه كريدي ديال 17 مليون 170 الف درهم، لان هذا الشيء اللي خلانا اننا ما نقدروش نتحملوا مسؤوليه اكثر من المسؤوليات ديالنا، لان ديجا حنا ناقصين كما قلنا 170 الف درهم، وما عندناش باش نزيدوا نغامروا بشي حاجه اخرى، لان اصلا ما عندناش باش نزيدوا نغامروا. هذا الشيء هو اللي خلانا اننا نعتذروا في الاقصائيات ديال كاس العرش، وكاينه في حاله الا ما كانوا شي الحلول ان شاء الله، الا ما كانوا شي الحلول مستقبلا، يعني راه الاكيد انه غيكون اعتذار عام وعين ظهر هذا الفريق هذا اللي هو في الحقيقه يؤسف يكون فريق كيمثل المدينه احسن تمثيل على المستوى الوطني ينضطر، مع العلم ان كل شيء كيعرف القدرات ديالو والخدمه ديالو والمستوى ديالو والهيبه ديالو والقيمه اللي عنده في داخل الوطن وخارج الوطن. لهذا كنتمناو من المسؤولين على راسهم السيد العامل المحترم انه يتدخل، ويعطي التعليمات ديالو الشخصيه، ماشي يعني يتدخل هو شخصيا باش ينقذ ما يمكن انقاذه، لاننا ديجا عملنا له رساله ورسائل قبل من هادشي، وكنا اننا في الحقيقه تاكدنا في الطلب الاولاني، يعني ملي بدات الجائحه وصيفطنا له الدخل، الحقيقه الدخل السيد العامل الدخل شخصيا مع المجلس البلدي باش يتم تحويل وصرف المنحه، الا ان ما تصرفتش، ولهذا دابا كنقولوا له ينقذ ما يمكن انقاذه، خصوصا هذا الفريق ديال الجوهره اللي كلشي كيعرفو كيعرف، انا كنقولو كيعرف المستوى ديالو ولا القيمه اللي عاطي داخل المدينه وخارج خارج المدينه. لهذا مره اخرى كنتمناو ما نسمعوش ان فريق جوهره النجم مع رئيس الكره النسويه انه كيقدم اعتذار ثاني وينسحب من البطوله، وشكرا. ومره اخرى لارا شونفو، مره اخرى معك سي عبد الحكيم، بغيت نقدم لك لاعبه من اللاعبات ديال الفريق النسوي ديال الجوهره اللي هي نور الحمداوي، راه من الناظور وما جات تلعب في العريش باش تمثل العريش، وهي من اللاعبات اللي عندنا في المنتخب الوطني اللي كتمثل، انا كنقولها لك كنقول لك راه كاينه بزاف البنات اللي كيمثلوا مدينه العريش على المستوى الوطني والمنتخب المغربي. هيا تقول لكم واحد الكلمه حتى هي. السلام عليكم ورحمه الله. المهم انا بغيت غير نهضر معكم باسم الفريق كامل، بغيت نقول لكم باش تعاونوا مع فريق جوهره نجم العرائش وباش تنقذوا الفريق. شكرا. شكرا. شكرا سي عبد الحكيم. ودائما الشعار شنو هو؟ فيفا لا راتي، فيفا لا راتي. شكرا.